النهارده يجي الاخ او الاب يقرر ان يطلق الفتاه من زوجها خلال سنه لانه مش على هواه. اتفضلي يا فندم. ايوه يا فندم. اولا معلش جمله ان يكفلها. طب ما لما يكون بيكفلها، يعني احنا عندنا بتبقى معاه قبل الطلاق وام معيله، يعني العادي ان الام المعيله دي هي المطلقه او اللي ابو اولادها توفوا. لا، في اوقات بتبقى مش مطلقه وام معيله. تحصل طبعا. طبعا. وبعد الطلاق يا فندم يعني يكون ما بيدفعش نفقه ويقول لك ولايه. يعني احنا مش بنتكلم في موضوع النفقه. لا معلش، على فكره انا ما قطعتكش. لا في برضه مداخله. احنا مش بنتكلم في موضوع النفقه، احنا مش عايزين نختزل القانون في كلمه نفقه. يا فندم من فضلك، انت بتقول ان هو بيكفلها، يعني قوامه. يعني ايه قوامه؟ القوامه دي يعني ايه؟ بما انفقوا اول حاجه. يعني هو يتكفل باولاده قبل الطلاق او بعد الطلاق، لان بعد الطلاق هم اولاده كمان والله. يعني اولاده، ما الدوله بتلزمه ان ينفق عليهم. انا ما انت حضرتك لا لا، سيبك يا فندم من موضوع النفقه و200 و300 اللي احنا بنصدرهم في الاعلام دول، ده كلام فاضي مش موجود اصلا على ارض الواقع. انا عندي احكام ب 15 و20000 جنيه موجود يا فندم. انت عندك حالات بقى لها 10 سنين حضرتك عمال تقول الحالات اللي عندي ب 200 جنيه. ال 200 جنيه ما بتتغيرش، مفيش زيادات، ما بتتغيرش. عمال نقول الاعلام كل بنطلع في الاعلام، كل ما حضرتك تطلع في الاعلام تقول لي انا ما قاطعتكش يا فندم. لا انت بتتكلمي على الكلام انا بكلمه، فانا لازم ارد عليكي في الكلام. مقفوله، انا المسؤول وانت المقفوله. انت حضرتك عايزه لما تكون حضرتك عايزه تاخد المسؤوليه، لما تكون بتقوم بواجباتك ناحيتي وناحيه اولادك. يا فندم انت بتختزل الموضوع كله في زوج وزوجه. الموضوع مش زوج وزوجه ولا ابناء. هو ده الجود وموضوع الكراكيب بيقولوا متين. انت عندك اساتذه محامين ثلاثه موجودين. هدوء بعد اذن حضرتك. ممكن اكبر من الولايه بتاعت الطفل. هدوء يا ساده، هدوء يا ساده، هدوء يا سيدات. بعد اذن سيادتك ممكن اقول حاجه لو سمحت؟ اتفضلي يا فندم. بهدوء بجد والله عشان ما نعليش التون بتاعنا. حضرتك قلت كلام حلو جدا، انا كمان متفقه معاه. انا ما اقدرش اخالف حضرتك في اللي انت قلته، ده كلام ربنا وانا ما اقدرش اعارضه. بس هو فعلا كان قايم بالولايه صح؟ يعني هو فعلا كان بيلتزم بحكم الدين؟ يعني هو فعلا كان رحيم بالست دي وعطوف عليها، وكان اب محترم وكان زوج محترم وكان راجل يراعي ربنا فعلا في زوجته؟ هنا بقى النقطه دي. معلش بعد اذن حضرتك فضل. عشان كلامك للاسف بيعمل مشاكل في المجتمع فظيعه. الناس بتاخد نص كلامك وحضرتك ما بتكملش باقي الكلام. حضرتك ما بتقولش ان انت كزوج المفروض كنت تعمل 1 2 3. أيوة. وكطليق المفروض ان انت تتصرف 1 2 3. تمام. وكاب المفروض ان انت تعمل 1 2 3. احنا بنقول لا، انت ليك حق الولايه وليك حق العقاب وليك حق في الدين، صح؟ وحضرتك بتدعمي كلامه وانا معاكي. انا ما اقدرش اخالف الدين، بس الدين كمان كان فيه رجاله، والدين كان بيطالب بالرحمه، وكان بيقول رفقا بالقوارير، وكان بيطالب بالعطف وبالانفاق. الست ما كانش تدفع حاجه عشان تتجوز. دلوقتي الست بتدفعوها دم قلبها في جوازها، وفي الاخر بتطلق وتاخد شقتها وتاخد حاجتها منها في مقابل ايه؟ عشان في ناس بتطلع تقول الكلام اللي حضرتك بتقوله، نص الكلام بس، ما بيقولوش النص التاني. انت عليك ايه عشان في الشريعه الاسلاميه؟ يا رب المشاه بالشريعه. انا نفسي بقى الشريعه الاسلاميه فعلا تتطبق بجد. أيوة. انا اتمنى فعلا البلد فعلا. انا موافقه حضرتك، يا رب الاحوال الشخصيه تمشي بالشريعه، وراجل كده يبقى محترم ويراعي ربنا لما يطلق الست. أيوة. يديها نفقه ولادها المحترمه اللي تعيشهم في حياه محترمه. أيوة. ويدي للست دي فلوس، الست تاخد فلوس مقابل انها بترعى الاولاد دول وبتحضنهم. ولا كلامي مش قانوني يا فندم؟ انا بس حضرتك اختزلت الموضوع برضو في نفقه. انا مش بختزل الموضوع. لا لا لا. انا مش مشكله على كلام حضرتك، مشكله مجتمعيه. انا برد بالدين على فكره، انا بتكلم بالدين. ايوه بالدين. عايزه يعني الام تقوم بكل الادوار وهي اللي تنفق. والله لما عايزين قانون الحكومه الجديد موجود في لجنه الحكماء في المشيحه، واحنا موافقين على اللي هيقولوا. عايزين نشيل الدين ولا ما نشيلش مسؤوليته؟ هو القانون يرتب العلاقه، الام تاخد الولاد وحضرتك الكلام. القانون يرتب ده ما يلزموش باي حاجه بين الراجل بعد الطلاق وبين الولاد دول بعد الطلاق في ظل رقابه قانونيه مشدده تضمن ان الولاد دول عايشين في بيئه صحيه سواء مع الام او مع الاب. ده كلام حلو، وانا اظن هنا الاستاذ علاء متفق فيه، و أستاذة دعاء متفقة عليه. لكن هنا في المساله بتاعه طلاق ونفقه وخلافه لو صح التعبير، انا في هنا بقى نقطه بتاعه اللي كانت اثرتها في البدايه خالص استاذه لمي، الا وهي فجأة الزوج مش موجود. وهنا انا برضه هسأل عشان الأستاذ علاء أثار نقطة مهمة، قال الهاشتاج ده هاشتاج مدفوع وقد يكون ممولا وما إلى ذلك. حضرتك عرفت منين؟ هو عندك حملة لأمهات. وقلتي لدي مئات. أنا اللي عاملة الحملة.
لا انت اللي عامله الحمله بتاعت اللي عاملين اللي عاملين الحمله دي امهات عاديين جدا. لا حضرتك يعني انت حالات مسؤوله من لا الامهات اللي عندي عاملينها هم حالات. حلو هم جداً. بيعانوا الحالات دي تقدر بقد ايه ونوع الحالات؟ هل هي حاله الام التي تركت دون طلاق، الام المعلقه اللي قاعده باولادها بتجري عليهم صح كده؟ الاعداد من وجهه نظركم قد ايه؟ وردكم في مساله لا هو ما فيش كل هذه الاعداد ولكن دي حمله او يعني هاشتاج ملفق. خليني هنا واحده صبر نسمع. شوف يا فندم، اولا انا مش فاهمه اقول لك يا فندم ان انت يعني بجد انا بحاول بس اوزع التوقيت على الكل عشان كله يتكلم. لا بجد الله يخليك. اولا احنا الامهات اللي موجودين اغلبهم عملوا خلع ده ليه؟ علشان بيقع عليها تعنيف بدني، تعنيف بقى من اي نوع، ومش نافع انها تدلل عليه قدام القاضي مع ان يكون من حقها. يعني احنا جات لنا واحده وشها متشوه، صعوبه طلاق الضرر. أيوة في صعوبه جدا في طلاق الضرر، وهتفهمي بقى الكلام ده مطلوب عشان طلاق الضرر. مفيش يا فندم، ده على ارض الواقع حضرتك محمد. لا في على ارض، لا في الواقع ونبعد على الطلاق. مفيش ارض الواقع، ارض الواقع في حاجه واحده يا ارض الواقع في حاجه واحده محضر بالضرر وايمن تبديل المسؤوليات. الاثنين بيتعاملوا بهم محاضر تخش المحكمه. الاكثر التزاما في الحلقه دي استاذه دعاء واستاذه لمي، الاكثر التزاما والله العظيم. المحامين عاملين لي مشاكل في الحلقه. هنا محاميه برضو بس انا بحب اسمع وجهه النظر الاخرى. حلو قوي. يعني فندم دلوقتي واحده كان وشها متشوه والقاضي شطب القضيه. يعني كانت رافعه ايه يا استاذه لمياء؟ طلاق اصل متشوه دي للضرر. هو شوهها يعني دي بقى ترفع طلاق للضرر. ايوه عملت محضر صح كده؟ دي جناية عامة مستديمة، دي مالهاش دعوة بالطلاق، دي جناية عامة مستديمة. ولجأت للخلع لأنها ما ينفعش إنها تدلل قدام القاضي على التعنيف البدني. معرفتش تثبت إن الزوج هو اللي عمل. إزاي ده حضرتك بتقولي مشوه يعني إزاي؟ أهو ما أنا بقول إزاي؟ طب ما أنا بقول حالة. طب هو أنا مش ممكن أتكلم. أنا حاسة إن في مشكلة، القاضي مالهاش دعوة، هي مشوهة. أنا حسدتك يا أستاذة دعاء، أنا حسدتك. أنا عارفة ده مش صحيح. أنا حسدتك. طيب. بتقول أب جنبها على فكرة. طبعاً إنها محامية وفاهمة في القانون. خلوا أستاذة لمية تعرض أستاذة رشا، أستاذة دعاء، يا سادة، يا سيدات، لا في كل السيدات الكريمات والأستاذة الكرام، كملي لو سمحتوا. ممكن لو سمحت انا ما قاطعتكش والله، ارجوكم انا حسدتك بتقولي ده حاجه كبيره جدا. والله انا حسدتك جدا تلجأ للقضاء. لا ما ينفعش والله ان انا مش نافع. استحاله بقى يا استاذه دعاء، عايزين محامين كده يعني. ما تصلوا على النبي كده.